الناس الكل. استضفنا فنانين من تونس، من مصر، من لبنان، من سوريا ومن كل بلدان الوطن العربي. الليلة سحرتنا عراقية. شكونوا معنا الليلة؟ ملك المواويل. شوفوا هايلايت ونرجع. شوفك وين يا مهاجم، كل باي بلد صاير. في بلدي وفي الخليج وفي في سوريا في بيروت بيعرفون حاتم العراقي، وغانية سابقتني يعني. صعب نوصل اغنياتنا او نوصل كلامنا او نوصل ابداعنا لبقية الدول. ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة، مدر الدمع من العين مدر السما المطر. تأخر الخروج هو هذا اللي خلاني اني اتأخر كنجم، كنجم عربي. سفيري واستنشاقي بلاد الفن الراقي، وانت عراقي من أمة مظلومة حتومة يا عراقي يا ابن يومة. يقال في الكواليس انه اختيار قصي لساب الرباعي كان بإعاز من علي المولى. كرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة. فنان آخر ينجح كل هذا النجاح بأغنية من أغانيك. مرجان فرطاج غنوا على هذه المسارح فنانين كبار، وأتمنى أن أكون من هاي الفنانين. شعلوا من يوم هاربني نمت عيني هو بسبع نور. نجوم في العالم العربي، أغاني غنيتها أحلى الأصوات وأكبر الأصوات في العالم العربي. في صوته شجن العراق، ملك المواويل اللي شهرت أغانيه سبقت شهرته. تستقبلوا بكل حب النجم حاتم. شرفنا ونورنا، مرحبا فيك. يا مرحبا فيك، اهلا وسهلا. يعيشك، مرحبا بك. انا جدا سعيد اليوم بين اهلي وبين ناسي بتونس، والكل يشاهدني من خلال قناتكم الجميله ومن خلالك انت ومن خلال الكادر والجماهير اللي موجود. تحياتي لكم. الله يخليك. واحنا ايضا سعداء بوجودك معنا، هذه اول مره في تلفزه تونسيه. الله يسلمك، اول مره بلقاء تلفزيوني في تونس، بس عملت إذاعات بس تلفزيون أول مرة معاك، والشرف يكون معاك اليوم. وشرف لي أنا. الله يسلمك. شرف لي أنا. قبل ما نبدأ نحكي مع بعضنا وقبل ما نسمع برشا غنيات، نشوفوا مع بعضنا بروفايل حاتم العراقي. وهو يغني ويسلطن ويبث في البهجة والسرور، تحس أنه الجمهور وكل حضور في عالم آخر. صورة وحضور وبشاشة وجه تخلي المشاهد مرتاح، وأغاني تبث الفرحة وبرشا حب رغم كل شجن. حاتم عباس فراوي تولد عام 1969 في العاصمة العراقية بغداد، في عائلة بسيطة لثمانية أخوات. أسرة كبيرة خلت حاتم الطموح يشتغل كبائع للنفط في مدينة الصدر، وهذا رغم حبه للغناء وطموحه، وكان كل ما يجمع مبلغ يسجل أغنية كهاوي في استوديوات المدينة. موهبته صوت الجنوبي وشجنه والإحساس الموجود فيه خلاه الأشرة الأولى تلقى نجاح كبير، حتى إنه كان يغني أغاني فيها كلمات تصور الواقع بكل أحزانه وهمومه. أنا خايف عليك وخايف من غرورك. واعتقد المستمعين وقتها إنه فنان كبير ومتقدم في السن وحاسس بوضعية كل العراقيين ابن الحصار اللي تفرض على العراق. انت خليك بمكاني اقلب الحل اللي يريد. ومع كل الحب والقبول اللي لقاه حاتم في البدايات، اصر على المواصله والمثابره وايصال صوته واحساسه لكل العالم العربي، واختار نفسه اسم حاتم العراقي نسبه لبلده وحبا في العراق. روحي حمامه صفت
وبيت أهل الدور اشتاقيت لأمي أنا والخبزة التنور. حاتم هو مغني ملحن وشاعر وبدأ الاحتراف في التسعينات، وأول ألبومات ولقات نجاح ورواج ألبوم مهجر سنة 2005 وزاد يا تير 2006 لكسر في الدنيا. يا غير يا مسافر لا وصل لها ألبومات خلت كروان العراق في الصف الأمامي مع النجوم العرب. شعلوا ما وين الحلو من يومه. وثلت الإنتاجات و2012 يلتحق حاتم العراقي بشركة روتانا وكان شعلوا ما بإيقاع وريتم آخر. شعلوا ما وين الحلو من يومه. تعبني لإحار مني نومة عيني وهو بسابع نومة. ولأنه الكروان فإنه لابد أنه أحد أبنائه يخطع لخطى أبيه، وكانت مفاجأة جمهور العربي العريض وقت اللي عرفه اللي قصي الشاب اللي دخل برشا قلوب بسرعة البرق، خاصة خلال مشاركته في The Voice في فريق صابر الرباعي، أنه ابن حاتم العراقي. جرت والله شطر قلبه صرت شاعر، وانت بهذا ما شاعر أشوفك وين يمها. قصي حس نجم قادم بشكل صحيح. حاتم ما اكتفاش بنجاحه كمغني، وكان عنده عدة نجاحات في تعاونه مع ألمع نجوم العرب كاظم الساهر، صابر الرباعي، شذا حسون وغيرهم. طيبة ما ألاقي أبد مثل قلبه وطيبة مصيبة. وكان يستقبل بحفاوة كبيرة في زيارته لعدة مهرجانات في العالم العربي كما مهرجان موازين وغيرهم. يا وقت يلعذبتني ويا عمر كلك مآسي راجعين يا وطننا راجعين. الشهرة والنجاح ما نسوهوش في حبه للعراق، ويجبو أنه ينشر اللحن والكلمة العراقية رغم استقراره بدبي. حاتم حكاية شاب حلم حلمة كبيرة، حلم أنه يوصل وينجح باللون العراقي الشعبي الأصيل. صلوا على النبي صلوا الليل غنى صلوا وفرح وهنا صلوا في عريسنا صلوا على النبي صلوا الليل غنى صلوا. أحلم وصل وأصبح وسيلة عبور ونجاح عدة نجوم من خلال أغانيه اللي غناوها العديد كيما عاصي الحلاني، أحسين الجسمي وغيرهم. ولي ذكرتك والسما مغيمة عليك الروح محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا منظارة الوينك ما إلك عنوان واسمك ضاعت حمارة البحر لو يبعدك عني يلسو القلب عبار. واحنا اليوم في تونس نقولوا له أهلا وسهلا بيك حاتم العراقي. تقرير جميل، أقول تقرير جميل يعني طلعني وحسسني بالبشرات اللي أنا عاملها، وأنا افتخر أنا عامل هاي الأشياء وأنا مغني هاي الأشياء. وطبعاً هاي مساندة جمهوري وناسي وأهلي وحبايبي اللي بديت وياهم من يعني من الصفر، فالحمد لله. أقول أنا تحياتي لكل ناسي ولكل أهلي ولكل حبايبي، والحمد لله. أقول اليوم يعني عيوني دمعت، يعني أقول عيني دمعت، أقول الحمد لله بين أنا الحمد لله يعني زرعت شيء والحمد لله حصلت أشياء كبيرة الحمد لله وشكرا. أغانيك سبقت شهرتك، يعني أغانيك مشهورة جدا في كل الوطن العربي، وبرشا فنانين غنوا أغانيك وبرشا عبيد تسمع الأغاني تعتقد أنها تراث ما تعرفش للأغاني هذه لحاتم العراقي. تلموت غنيت يعني من كثر ما أغانيك تغنيت البعض يعتقد أنها تراث. إحنا في زمن من السنين مرت، إحنا في كان عندنا حصار مو بس اقتصادي على العراق،
يعني حصار ثقافي حصار فني على كل الأشياء، فكنا يعني نقدر نوصل أغانينا. يعني ما كان السوشيال ميديا موجود وتوصل الأغاني وتوصل، يعني ممكن واحد يوصل، هو ما كان سيدي كان الكاسيت، يعني ممكن مع واحد يسافر ياخذ معه كاسيت حاتم معه أو ياخذ كاسيت مطرب تاني، فإحنا كنا نوصل الأشياء أو أغانينا نوصلها بهاي الطريقة. فكثير من الأغاني ضاعت، هي مو ضاعت بالعكس، إحنا وصلناها بشكلها الجميل، وكثير كثير أغاني وصلت بصوت حاتم بمطربين كبار يعني غنوها، والحمد لله. أنا أقول هذا يعني شيء عملته شيء جميل، شيء كبير في صالح الأغنية العراقية، يعني بسبب اختياري للمفردة الجميلة واللحن الجميل. فالحمد لله قدرت أوصل أشياء يعني قدر الأمكان نوصلها، بس وصلت بطريقة كبيرة الحمد لله. أحكينا على البدايات، كيف كانت بداية حاتم العراقي؟ يعني تعرفين بداية كل شاب، يعني إحنا كنا في منطقة فقيرة، منطقة يعني بدايتنا شباب صغار وكل واحد عنده طموح شو يعمل. إحنا منطقتنا كبيرة بإبداعاتها، يعني فيها يعني فيها مليونين نسمة، بس كثير منها مبدعين، اللي هي الإبداع الكبير بهاي المنطقة اللي هي اسمها المدينة. يعني في منها المنتخب العراقي يعني الرياضي، كل الفرق الرياضية، الملحنين، المبدعين، الشعراء من هذه المنطقة. ثم جارك ماجد المهندس. ماجد المهندس طبعا من هاي من هاي من هاي المنطقة، ويعني كثير من الشعراء، كريم العراقي، كاظم السعدي، وليد الشامي، يعني كثير من هاي الأسماء موجودة في هذه المنطقة. والحمد لله إحنا كل واحد هو كان يريد يبرز، يريد يعني يكون عون الأهل، يعني الفقر، هي مو فقر، والفقر مش عيب يعني، بس كان يريد يطلعهم من هذا الشيء. فالحمد لله إحنا الرياضي هو رياضي، يعني تلقيه يعني في المنتخب أو مو بشكر أو مو بشكرة القدم. والفنان هو يعني فنان، مو بس يعني يكون ملحن أو شاعر أو مطرب. فالحمد لله قدرنا يعني نعمل فرقة صغيرة من المنطقة من الأشياء، وقمنا نطلع بالحفلات الأعراس، أعياد الميلاد. فالحمد لله بدينا بداية حلوة. أصدقاء البدايات ما زالوا معك؟ طبعا على اتصال يعني معه، يعني بدينا بدايات يعني بسيطة، بس طورنا حالنا في قسم في المعاهد، قسم بالمعاهد الخاصة، والحمد لله قدرنا نوصل إلى يعني مو أقول يعني قدرنا نوصل إلى أبعد نقطة، بس إن شاء الله نوصل إلى أبعد نقطة ونوصل صوتنا ونوصل أغنيتنا العراقية إلى أبعد مكان إن شاء الله. بعد سلسلة من الأغاني الناجحة جدا، حاتم العراقي يعود اليوم بدكتوري اللي أطلقتها في عيد الحب. أنت تعتقد أنه إطلاق أغنية في عيد الحب أو في مناسبة ما يضمن نجاح الأغنية؟ إيه، هو كان أنا الألبومي، يعني هسه الآن هذا التوقيع العقد الثاني مع روتانا، ويعني كملت معهم 3 سنوات شعلومة وألبومات 2 إضافة إلها، وهسه عملنا العقد الجديد، هو التوقيع العقد الجديد. فأنا عملت، هم عاملين استراتيجية جديدة بين ينزلون ميني ألبوم، والميني ألبوم يضم 5 أغاني أو 4 أغاني إضافة إلى موالات، لأن تعرفين يعني أنا جمهوري متعود علي بالموال. وعملنا دكتوري ونزلنا دكتوري من كلمات حيدر الأسير والحان وتوزيع عمار العاني اللي هو معانا اليوم. الأغنية نزلناها قبل الألبوم، ردنا نشوف تجربة، يعني أول مرة نعملها، يعني بننزل أغنية قبل الألبوم، والحمد لله نالت إحسان الجمهور، واليوم هي واصلة 1 مليون وأكثر يعني قبل 4 أيام أو 5، وإن شاء الله رب تكون فاتحة خير للألبوم، وإن شاء الله الألبوم يعني إحنا اختارينا أشياء جميلة من خلال الكلام، من خلال اللحن، من خلال التوزيع، وإن شاء الله ربي الله يقدرنا وعملنا أشياء جميلة اللي يستحقها جمهورنا، وإحنا دائما نقدم الأشياء الجميلة اللي يستحقها جمهورنا إن شاء الله. 2016 في أواخر 2016 أنزلت أغنية تعافني، الأغنية هذه لاقت نجاح كبير جدا وعملت 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب أو أكثر، لكن للأسف في تونس لم تنتشر انتشار كافي. ما أعرف ليش ما تنتشر، بالعكس هي واصلة أكثر من 5 مليون، وهي راح تكون هم من ضمن الألبوم اللي راح ينزل، فإن شاء الله يا ربي. يعني شعلومة في تونس نجحت نجاح كبير جدا، وأشوفك وين يا مهاجر ومحتارة، ويعني الأغاني هذه نجحت، ويا طير الأغاني هذه نجحت جدا، الأغنية هذه ما زلت ما وصلتش.
يعني الله هو يعني مرض مثل تتوفق هاي الاغنيه بمكان معين ما مثلا، بس ان شاء الله يا ربي الاغاني يعني ربما انت مقصر في الحفلات في جمهورك في المغرب العربي في تونس والله ان شاء الله ان شاء الله راح تكون عندي حفلات اخرى راح تكون انا موجود يعني مثلا طلبوني مهرجان موازين انا كنت جاهز وراح تقدمت يعني وكانت طلباتي مش طلبات كبيره عشان اوصل الى جمهوري او اوصل الى ناس يعني هذا الشيء اللي انا انت دائما فنان غير متطلب انت شفتيني متطلب انا ولا لا لا ابدا انا غير متطلب يعني انا احب اوصل الى جمهوري انا مش ما تهمني الماديات ما يهمني شيء اخر يهمني بين اتلاقى ويا جمهوري اتلاقى ويا ناسي اتلاقى ويا ناس اللي يحبوني عشان اوصل لهم صوتي عشان اقول لهم اني حاتم بس في ناس يعني يسمعوك من خلال السي دي او من خلال يشوفوك من خلال التلفزيون بس ما شايفينك وجه لوجه كيف حاتم يغني كيف حاتم يتواصل مع جمهوره فان شاء الله يا رب يشوفونه من خلال المهرجانات بتونس وبالمغرب العربي يعني بكل المغرب العربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله واحنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا رب تسلم اغنيه اشوفك وين يا مهاجر صدرت اذا سنه 2004 ولاقت نجاح كبير جدا لكن النجاح الساحق اتى بعد 7 سنوات نحب نوريك فيديو شوفوا مع بعضنا ذكرتك والسما مغايمة أني ذكرتك والسما مغايمة وعليك الروح محتارة وينك ما إلك عنوان واسمك طاعة أخبارة أنا البحر لو يبعدك عني لسوي القلب عبارة أشوفك وين يا مهاجر فراقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي تعال وطيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر أشوفك وين يا مهاجر قلي بأي بلد صاير قلي بأي بلد صاير أشوفك وين يا مهاجر استشوار عامل ولا اذا الاغنيه هذه بعد 7 سنوات لا مو بعد 7 سنوات هاي هذه الاغنيه يعني هي لكن قمه النجاح هي نجحت الاغنيه وغنوها برشا فنانين كبار يعني غنوها لكن بعد 7 سنوات عاود الظهور هذه الاغنيه من كلمات الشاعر كاظم السعدي والحان وليد الشامي وتوزيع وليد فايد نشوان طلال الاغنيه كانت بيوم بايام اللي هو يعني العراق والقصف على العراق فالناس بدات تهاجر يعني ما في سفر يعني احنا نقول اللي مسافر يعني يقول انا مثلا مسافر الى مثلا بكره الى مكان معين انا مسافر بكره بس هو عارف مكانه وين مسافر بس المهاجر ما يعرف نفسه وين الى اي منطقه او الى اي مكان هو مهاجر فأول ما بدينا بالكلام يعني مع كاظم سعدي شاعر كبير كاتب يعني كثير أغاني
فقلت له ما اريد مسافر، اريد المهاجر اللي ما عنده مأوى او ما عنده مكان يروح له، لان المسافر سيعود لكن المهاجر او رايح الى مكان معين او تنزه او شيء ثاني، بس المهاجر يجوز اليوم هنا بكره مكان ثاني بكره مكان ثاني. فالاغنيه الاغنيه جميله يعني بكل كلامها، بكل يعني لحنها، مقاطع لحنها، التوزيع، يعني الحمد لله انا قدرت اوصلها بشكل جميل الى كل الناس. وهاي المقاطع الجميله والله بكتني، يعني طفل، الامراه، الاولاد. هذا هو النجاح. رايي على الاغنيه نسمعوها؟ نسمعها يلا. تغيب الشمس ساعة ويجين الليل ويراد حيل ودمع ومنين أجيب الحيل روحي حمامة صفت وبيت أهل الدور اشتاقيت لأمي أنا والخبزة التنور بديرتها لي بالطعم يختلف حتى الماي وحتى الهوى يمهلي يختلف والله كل ليلة تسوى العمر لو قعدة واهل وياي ومن يد أم الصبح محلى استكان الشاي مشتاق للمدرسة والجرس والساحة وأطفال نركض ركض بس نشعر براح محتاج محبوبة الحلوة مجفن غافل واتمنى هسه تجي وتخفى على كتاب اش ما دار بي الزمن أبقى الهلي ميال ومنين أجيب قلب ومنين أجيب قلب يتحمل التراب أشوفك وين يا مهاجر كل غيبة للصاير كل غيبة للصاير أشوفك وين يا مهاجر رقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر رقك علة العلة عقل بالراس ما خلى الهاجرت والله
خطر قلبه صرت شاعر وانت بهذا ما شعر اشوفك وين طير بقفص وحده تبر الشجر من عنده غصب عنا أرض أبواده زمان الجاب وشوده مثل طير بقفص وحده تبر الشجر من عنده غصب عنا أرض أبواده زمان الجاب وشوده هذا البيت وركانه جدرانا بكل البيت إلك صورة على جدرانا هذا اللي مو أنا بغيرك ظلاتك معشق غيرك يا أمسي وحاضر وباكر أشوفك وين روح ليالينا سوالفنا وغانينا وعدك يا الوفي وين حبيبي ليش ناسينا متى ترجع ليالينا سوالفنا وغانينا وعدك يا الوفي وين حبيبي ليش ناسينا أنا عندي يا حب قسمة وعدي أريد أنسى مو قادر أشوفك وين يا مهاجر أشوفك وين يا مهاجر كل بغيب للصاير كل بغيب للصاير أشوفك وين الأغنية. الله يسلمك انت رائعه حاتم حبيت نسالك الموال اللي في مطلع الاغنيه يعني هذه يعني الفيرسيون الحقيقيه اللي غنيتينا توا خاطر فما الموال الاخر ايوه تعال من السفر كيف من الفراق ايوه يعني انت نجم تغنيها بكل مره يتبدل الموال ولا لا ممكن مره بس احنا المعروف علينا بال يعني في الفنانين العراقيين لازم يعني مو لازم بس يعني ممكن يغني الموال يعني قبل الاغنيه يعني فاحنا اللي معروف علينا لازم يعني حاتم بيغني الموال يعني فنانين سبقونا رياض احمد قحطان العطار وحسين نعمه ياس خضر في فنانين كبار سعد ون جابر يعني احنا نمشي على مسيرهم اللي عملونه ويعني الاغنيه العراقيه انت يعني قبل اشوفك وين انت تعودت انك تغني الموال الاخر الموال اللي هو تعال الشمس تعال لا ذاك ذاك اللي تعال من السفر بغني مع يا طير معايا طير لكن مع أشوفك وين هذا لا مو يعني مو شرط مو شرط يعني كل مرة يتغير مرات أغنيها بدون موال بس أنا أحس الموال مهم لأن الجمهور يعني اللي يحبوني وناس اللي سامعيني يحبون الموال من عندي يعني فأنا ممكن يعني ممكن الأغنية أقدمها
يعني بالفيديو كليب بدون موال او تنزل الحالة يعني، بس بالحفله ممكن أناغيهم او شيء اعمل لهم موال، يعني نحب الموال من عندي. انت ملك الموال. تسلمين. الحمد لله. حاتم العراقي، يقال انه بدايه وانطلاقه حاتم العراقي الحقيقيه والفعليه، انتشاره الكبير في العالم العربي كانت بعد مشاركه قصي حاتم العراقي في ذا فويس واغنيه اشوفك وين يا مهاجر. صحيح الكلام هذا؟ بالعكس، يعني هو يعني قصي اضاف الى جمهور المغرب العربي، بس انا في بلدي وفي الخليج وفي في سوريا في بيروت بيعرفون حاتم العراقي واغانيه سابقتني. يعني انا اول ما بديت اغنيه انا اللي عذبني حبيبي، يعني كانت اغنيه كبيره وسامعيها يعني بالمغرب الناس، بس ما يعرفون مين مطربها. يعني يعني يعرفوا الاغاني لكن ما يعرفوش شكون اللي غناها. ايه. بعدين الناس من بحثت بعد ما طلع قصي، يعني قصي من طلع برنامج كبير، برنامج ذا فويس والى مشاهده كبيره، الناس بدأت تسمع أو بدأت تعرف من هو صاحب الأغاني الحقيقية اللي هو حاتم العراقي، صاحب أغنية يا طير، صاحب أغنية أم هاجر، صاحب أغنية أنا اللي عذبني حبيبي، من نغلة ناسي، في أغاني كثيرة يغنوها مطربين عرب ومطربين كبار، أغنية مواويل صدق مخطوبة يا فلانة، أغنية ذكرتك والسما مغيمة اللي غناها أيمن زبيب، يعني في كثير أغاني غنوا ليها مطربين عرب، بس الناس يعني احتسبوا للمطربين اللي غنوهم. يعني صدق مخطوبة مثلا، فما برشا عبيد يعتقدوا انها لحسين الجسمي. لا بالعكس، هاي اغنية موال تبع يعني، وصدق مخطوبة فلانة غنيتها بالتسعينات، هاي يعني 92 او 91 يعني. نسمعوها؟ نسمع منها مقطع يعني، مو مقطع. صدق مخطوبة يا فلانة، صدق باكر يزفونك، عسى ان لا يجي باكر واشوف دمعة عيونك، صدق مخطوبة يا فلانة، صدق باكر يزفونك، عسى ان لا يجي باكر واشوف دمعة عيونك، عينك من غراها المال وسفة وألف يا وسفة، تدرين على قد الحال قلب من الذهب وصف، راح اطوي كتابي وصيحة حا والتوبة، مخطوبة هلج غصبوك لو انت اللي رضيتي وقلت مخصوبه مخطوبه. اذا حاتم العراقي ملك المواويل واكثر من 25 سنه من الغناء، البدايات كانت صعبه زمن الحصار؟ طبعاً صعبة، طبعاً صعبة نوصل أغنيتنا أو نوصل كلامنا أو نوصل إبداعنا لبقية الدول، بس الحمد لله قدرنا يعني بمجهودنا شلون واحد يقول لك مجهود فردي، يعني هاني يعني وصلت أغنيتي أو قمت يعني في بعض الأحيان بدون أي مقابل، بدون أي شيء في سبيل أو يعني أنتج الأغنية وأسجلها وأتعب عليها وأصرب عليها في سبيل أوصلها، في سبيل أوصل صوت حاتم إلى أبعد مكان، والحمد لله قدرت وصلت أنا اللي عذبني حبيبي، والحمد لله يعني أول ما وصلت أنا إلى دبي يعني سمعوا بي، يعني وصلت يمكن بال 95 96 مخرج كان اسمه محمد فلك ناس سمعني قال أنت صاحب أغنية أنا اللي عذبني حبيبي، ما كان مصدق أنا صاحب أغنية، قلت له أنا صاحبها وهذا الملحن معاي والشاعر معاي، يعني كانوا رايحين سفرة احنا، فغنينا أنا اللي عذبني حبيبي، أسمعك منها شيء يعني. نسمع منها شوي. أويلي أهلك بحب ندروا وانساك رادوني
ومن شوفتك يا حلو رادوا يحرموني أهلك بحبنا دروا وانساك رادوني ومن شوفتك يا حلو رادوا يحرموني هزن الحنين وصحت باسمك وسمعاني قالوا بعد لا تجم الدرب من عاني قالوا بعد لا تجي من الدرب من عاني هزن الحنين وصحت باسمك وسمعون قالوا بعد لا تجي من الدرب من عاني خلوني وسط الجمر وبنار حرقاني بس انت ظل مطمئن ما تحترق صورتك لو حرق وعيون انا اللي عذبني حبيبي انا اللي حيرني زماني انا اللي عذبني حبيبي انا اللي حيرني زماني يا لايم خليني بحال يا لايم خليني بحال خف الله خف الله انا اللي عذبني حبيبي انا اللي حيرني زماني انا اللي عذبني حبيبي انا اللي حيرني زماني ويا لايم خليني بحال يا لايم خليني بحال خف الله حبيبي يخلصني من هاي الظنون يخلصني من هاي الظنون انا اللي عذبني حبيبي انا اللي حيرني زماني انا اللي عذبني حبيبي وانا اللي حيرني زماني ويا لايم خليني بحال يا لايم خليني بحال خف الله خف الله وخف الله لا تخيب ظنون يعطيك الصحة برافو الله يسلمك عزيزي حتم في صوتك فما شجن العراق فما حزن العراق الحمد لله أنا أقول هذا الشجن خلاني أوصل وإن شاء الله ربي أوصل إلى أبعد قمة ولا أبعد يعني قرية وإذا أبعد لأن هذا الشجن هو ولو ما يكون هذا الشجن الشجن في أصالة في صدق يعني فالحمد لله قدرت أوصل أشياء جميلة من خلال صدقي بالأغنية واختياري للأغنية واختياري للحن والحمد لله لكن الأوضاع الصعبة اللي يعيشها العراق أثرت على صوتك خليت في صوتك فما شجن وحزن هو طبعا الحزن يولد حزن يولد شجن يعني احنا مو نقول ما شفنا بس احنا حلوين رغم الحزن عندي اغنيه انا عاملك حلوين رغم الحزن حلوين نضحك ولو بالدمع يا دنيا غرقانين
رغم اللي فينا صار، نصبر صبر أشجار، وما قلنا تعبانين، حلوين حراقيين حلوين. يعني أقول يعني رغم اللي يمر بينا ورغم وإن شاء الله ربي أيام وسنين وأشهر تعدي على بلدنا وعلى شعبنا وعلى كل أمتنا العربية، بأن إحنا تعيش الناس بخير وسعادة إن شاء الله يا ربي. إحنا نتمنى الخير والسلام والأمن للعراق. هذا الشجن يعني الله يسلمك، هذا الشجن هو يعني من موروثنا العراقي، من إحنا يعني على مر العصور إحنا الحزن موجود بأصواتنا، يعني توارثناه إحنا الحزن، توارثناه من أبائنا، توارثناه من أجدادنا ومن مطربينا الكبار اللي هم يعني يوصلون الأغنية بشكلها الجميل وشجنها، فإحنا تعلمناه منهم. يعني في بدايتك بمن تأثرت؟ لشكون كنت تغني؟ أنا في البدايات كنت أغني يعني في كانوا عندنا مطربين عراقيين كبار، وبس أنا أحب الفنان قحطان العطار، هو فنان كبير وأوجه له التحية من خلال تلفزيونكم. يعني هو عايش برا بالدنمارك أو ما أعرف مكان ثاني، هو يمكن بالدنمارك، هو هاجر قبل يعني قبل 20 سنة أو 25 سنة. يعني أنا تعلمت كيف قحطان يغني، حسيت صوتي قريب إله، بس أنا حاولت أخرج يعني عن قحطان، لأن قحطان إلى ناسه وإلى جمهوره وإلى إلى يعني محبينه، فأنا حاولت مثل أبدأ بكلام جديد بلحن جديد بعيداً عنه، بس أنا تأثرت به كحبي إله وكصوت الجميل كصوت الحنين اللي يدخل للقلب بدون استئذان. يعني هذا الشيء اللي خلاني أحبه، يعني مع احترامي إلى كل الفنانين البقية. يعني حاتم العراقي في بدايتك وبعد في التسعينات وليت النجم رقم واحد في العراق. في التسعينات كان حاتم العراقي هو النجم رقم واحد، وكان هو المطلوب في كل الحفلات وفي كل التلفزات. يعني كونك أنت سبقت النجوم العراقيين محلياً، علاش ما سبقتهمش عربياً؟ يعني المفروض أنه اليوم عربياً حاتم العراقي يكون النجم رقم واحد أيضاً. أنا كنت بالعراق يعني ما كنت أقدر أطلع يعني برا. وهم خرجوا برا العراق؟ هم خرجوا كما يعني كاظم الساهر أو كاظم الساهر، يعني يعني كل واحد صارت له فرصة يطلع برا يوصل. فقلت لك أنا قلت لك يعني أنا تأخر الخروج من العراق؟ تأخر الخروج، هو هذا اللي خلاني أني أتأخر كنجم عربي، بس أغاني كانت واصلة، كنت أوصلها يعني بأي طريقة، بين أوصل أغاني من طريق السيدي أو من طريق الكاسيت يعني، والحمد لله يعني أغاني كانت واصلة بدون ما يشوفون صورة حاتم العراقي، يعني لأن كانت ما كانت السوشيال ميديا موجودة، يعني كانت قلت لك علينا حصار اقتصادي وحصار إعلامي وحصار ثقافي، فالحمد لله يعني قدرنا نوصل شيء اللي إحنا نقدر له يعني، فالحمد لله. يعني صعب كان الإنسان إنه يوصل صوته في ظل الحصار؟ طبعا حصار من كل القنوات من كل الإعلام يعني، وبس إحنا قدرنا يعني والحمد لله أصواتنا وصلت، وهسه احنا موجودين عندكم بتونس وموجودين بكل الوطن العربي، وان شاء الله يا ربي، واغانينا واصله من زمان، واغانينا غنوها مطربين عرب كبار، فنقول الحمد لله. وانت مشرفنا ومنورنا في تونس. الله يسلمك، تسلمين. تونس اهلنا وناسنا وحبايبنا، من المطار استقبالكم الجميل وحبايبنا والضحكه الموجوده بكل وجوه الناس الموجوده، ويحبونا يعني كعراقيين يحبونا، احنا نحبكم لان انتم بقلبنا، واحنا زاد نحبوا العراقيين ونحبوا كل الله الوطن يسلم. العربي. الله يسلمك. حاتم العراقي اللي يتعامل معك عن قرب يعرف انه حاتم العراقي انسان طيب جدا وعنده رحابه صدر وعنده تسامح كبير جدا. الحمد لله. هل دفع حاتم العراقي باهظا ثمن هذه الطيبه ورحابه الصدر؟ يعني انت انسان مسالم، حتى كي نجي نقول لك راهو غنيوا اغانيك وما استاذوش منك تقولي عادي غنيوا ما فيهم حتى مشكل، يعني انت يعني انسان مسالم جدا. يعني شو بعمل؟ اروح اعمل محاكم واعمل؟ ما هو العديد من الفنانين يعملوا معاكم على اشياء ابسط يعني، على كلمه، على فنان خرج في برنامج وقال كلمه. المهم انا اصحى من النوم مرتاح، بيتي مرتاح، اولادي مرتاحين، عائلتي مرتاحه، اصحابي اللي معاي، الفرقه اللي معاي، يعني حتى مرات عقد او شيء نعمل اقول له عمار انت يعني وقع مكاني، لان انا ما احب هاي الامور. ف يعني اللي غنوا يعني في بعضهم يعني اصحابي استاذنوا مني، يعني مثل ايمن زبيب، مثل حسين جسمي، مثل عاصي الحلاني، مثل
يعني في كثير غنوا أغاني استأذنوا مني. وفما كثير ما استأذنوش أيضا. بس أنا مو أقول يعني أزعل عليهم أو بالعكس، أنا أقول المهم أنا أغاني وصلت أو مواويلي وصلت لأماكن بعيدة. بس أنا اللي أرجو منهم بين يعني مش يقولوا يذكروا، يعني يذكروا، لأن أنا يعني في فنان نايم بالبيت، نايم بيته، وفي فنان بيبحث ويذاكر ويبحث عن الكلام، يبحث عن اللحن في سبيل يوصل إلى أبعد نسبة معينة من الجمهور. واحد يجي هو نايم يصحى من النوم يلقى الأغنية جميلة بيطلع بيغنيها. حاتم مش نسألك سؤال، جاوبني بصراحة بعيدا عن المجاملات، توعدني ولا تحاول؟ مثلا مش نعطيك مثال، صدق مخطوبة يا فلانة نجحت نجاح رهيب مع حسين الجسمي، ألا تغار إنه فنان آخر ينجح كل هذا النجاح بأغنية من أغانيك وينسبها هو ما نسبها إلي، هو ما نسبها لكن الجمهور نسبها له. يعني أنا اليوم مثلا كي نقول صدق مخطوبة هي الحاتم العراقي، فما برشا ناس ما تعرفش، برشا ناس ذكرتك واسمة مغيمة، يعني هذه تعرفت اللي هي الحاتم العراقي، لكن فما ناس يعتقدوا إنها تراث، لا يعني لا تغنيت لا تغنيت برشا لا لانها مستقل. اغنيه تردت برشا يعتقدوا انها تراث، لا لا مش تراث، هذه اغاني لحاتم العراقي، يعني الناس يعني الا تغار؟ لا ما بغار، بس انا هلا من خلالكم بقول للناس، وانا جاي اوضح من كل لقاء، في كل لقاء اوضح هاي الاغاني تبعي، والفنانين اللي يغنوها استاذنوني، يعني بالعكس يعني انا احس نفسي اغاني تتغنى بكل المحافل بكل المهرجانات. أنا سعيد يعني متغنى أغاني The Boys وArab Idol، يعني المشتركين يغنون أغاني حاتم، أكون سعيد جد 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 جدا يعني. يعني المهم إنه الأغنية تنجح حتى إذا كان بعد مدة عرفوا إنها لحاتم العراق، يعني بالنهاية بشعرفوا أنت. بس أنا أقول يعني خل يعني يقولوا هاي كلام، يعني أغنية لحاتم العراقي، أو ما أو يعني لازم الشاعر ينقول اسمه أو الملحن عشان ما يكون غبن بالموضوع، لإعطاء كل ذي حقا حقه. صح. حاتم العراقي، حلم أي فنان اليوم هو الانتشار عربيا، والانتشار عربيا أصبحت له ضوابط. لو كان حاولوا نختزلوا الضوابط هذية والمستلزمات في ثلاث ضوابط، شو ما تنجم تكون؟ الالتزام بكل أشكالها يعني. ثانيا الاختيار هو يكون اختيار الكلمة، اختيار اللحن، اختيار الموزع الحقيقي لهاي الأغنية اللي راح يعملها. ثالثا اللي هي راح تحتوي هاي كل الدنيا اللي هي موجودة، هي شركة الإنتاج، وإن شاء الله ربي كل فنان يلاقي شركة إنتاج توقف معاه وتختار له أشياء جميلة وتليق بصوته، وإن شاء الله يا ربي أنا كل أحس كل صوت جميل أتمنى له كل الخير إن شاء الله. طبعا أحنا نتمناه التوفيق للجميع إن شاء الله يا رب. أنت مقل جدا في ظهورك الإعلامي، يعني ما نلقاوكش برشا في برامج تلفزية، يعني هذه استراتيجية تتبعها أو اختيار أو ماذا؟ أنا أحب البرامج الغنائية، يعني هسه مثلا اليوم معانا فرقة متواجدة هون، يعني أحس أني راح أوصل، أنا مش إنسان سياسي عشان أتكلم كثير أو أحكي، يعني أتكلم عن أمور بسيطة اللي هي تتعلق بفني، تتعلق بإنتاجات، تتعلق بشو راح أقدمه، شو راح أعمل. إضافة إلى ذلك يعني ما أحب البرامج اللي دائما تصطاد بالماء العكر، يعني اللي هي مثلا تخليني أتكلم على فنان ثاني أو أتكلم على فنانة ثانية. أنا مع البرامج اللي تقدمني بشكل جميل وتقدمني بشكل صحيح وتقدمني كأنا حاتم العراقي كفنان، وكيف أقدم الأغنية العراقية والعربية بشكلها الجميل. أنا دائما مع البرامج اللي تقدم أغاني وتقدم أشياء جميلة. شو نسمع؟ نسمع؟ ما أدري شو نسمع، كيفكم تبون؟ يا طير يا طير. ذكرتك والسما مغيمة. طبعا هاي الأغنية والموال مهداة لأيمن الجبيل، اللي هو خلانا وصلنا اليوم إلى تونس، وخلانا نشوف جمهورنا بتونس، ولا كل جمهورنا اللي شاهدنا من خلال التاسعة وخلالك.
قدر السما المطر وينك ما إلك عنوان واسمك ضاعت أخبارا دليني وجيك اليوم ودمع العين يتجارى غفيت وطلعني الونا سوّن عالقلب غارة البحر لو يبعدك عني لسوي القلب عطارة البحر لو يبعدك عني لسوي القلب عبارة فوق الغيب تحت الغيب أجيك بغير أجيك بغير أجيك بغير يا طير يا مسافر لا وصل لهذا الكلام ميت حبيبك دله الليلة بد ما ينام يا طير يا مسافر لك وصل لهذا الكلام ميت حبيبك قلك والليلة بد ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر بيها عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر بيها والعشرة ما تهون إلا على ابن الحرام يا طير حتى النهار بعيني بقي مصاير ظلام يا طير يا مسافر يا وصل لهذا الكلام ميت حبيبك كله والليلة راحوا بعد ما جاني خلاني عايش وحيد سافر قل اصبر اللي راجع لك اني اكيد راحوا بعد ما جاني خلاني عايش وحيد يا طير من يرضاها ايامنا ينساها يا طير من يرضاها ايامنا ينساها والعشرة ما تهون إلا علم يا طير يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام ميت حبيبك كله والليلة بد ما ينام ميت حبيبك كله والليلة بد ما ينام
ابد ما ينام. حاتم من الفقرات القارة في برنامجنا مهدي ارتوان. مهدي ارتوان هو فنان تونسي لحن يغني في كل حلقة أغنية يكتبها ويلحنها هدية خصيصاً للضيف. شو شوفوا مهدي ارتوام موجود حي ولا مسجل؟ لا لا شو يكون معنا موجود حالاً. يلا وين هو؟ بعد الفاصل. نذكركم أنتم تنجموا تربحوا معنا بين دبليو طلعتوا أعلى 85-860. حتو ما عراقي وبين يوما أشلونا لونا شعبي طربي وغاني مش مرحومة. حتو ما عراقي وبين يوما أشلونا لونا شعبي طربي وغاني مش برشومة. لو كاظم سهر يغني حاتم يسهر وما هو نايم وعيونا ما تدري طعم النوم. لو كاظم سهر يغني حاتم يسهر وما هو نايم وعيونا ما تدري طعم النوم. حاتم عراقي وابن يوما أشلونا لونا شعبي طربي وغاني مش مرحومة. حتوما عراقي وابن يوما أشلونا لونا شعبي طربي وغاني مش برشومة. كل أغانيه مخطوفة في السوق ما تلاقي سيدي بغدادي وينادي لأم كلثوم. معروفة كل أغانيه مخطوفة في السوق ما تلاقي سيدي بغدادي وينادي لأم كلثوم. وابن قصي ورث صوته وحاتم حي فتفوت وموته وزاد الضي بيو خوته والعيلة زاد نجومة. وابن قصي ورث صوته وحاتم حي فتفوت وموته زاد الضي بيو خوته والعيلة زاد نجومة. حتوما عراقي وابن يوما أشلونا لونا شعبي طربي وغاني مش مرحومة. حتوما شعلومة وغاني مش مرشومة. يسلم لي حب العمل كنم لي صورة حتو ما كملي لقدم لي كليبات بكل هدومة. يسلم لي حب العمل كنم لي صورة حتو ما كملي لو قدم لي كليبات بكل هدومة. متواجد من الأمس مش ماجد بس مهندس أصلي والفن ومتحمس وشعره بالمردومة. متواجد من الأمس مش ماجد بس مهندس أصلي والفن ومتحمس وشعره بالمردومة. حتوما وبين يوما أشلونا لونا شعبي طربي
وغاني مش مرحومة حتومة عراقي وابن يومة أشلون لونا شعبي طربي وغاني مش مرسومة أشوفك وين يا مهاجر للقلب يكون مأشر يا مهاجر في باريس أو في روما يا مهاجر أشوفك وين يا مهاجر للقلب يقول مأشر يا مهاجر في باريس أو في روما يا عراقي سفيري واستنشاقي بلاد الفن الراقي وانت عراقي من أمة المظلومة يا عراقي سفيري واستنشاقي بلاد الفن الراقي وانت عراقي من أمة مظلومة حتومة يا عراقي يا ابن يومة أشلون لونا شعبي طربي وغاني مش مرحومة حتومة عراقي وابن يومة أشلون لونا شعبي طربي وغاني مش مرسومة حتومة الله عليك يعيشك حبيبي حطوم مين كاتب الكلام مهدي الالحان لا اللحمه ذي متاعي مسروق لا ليه متاعي لا لا الكلام لحمي ودمي مرحبا بك حاتم يا عزيزي الله يغليك نورتنا كلام مين يعطيك الصحه مهدي بغلو لازم اعزك حبيبي مهدي انت وين مشكوله يعطيكم الصحه مين كاتب الكلام انت هو اللي عامل الالحان يا سلام عليك مهدي برافو مهضوم والله وكلام جميل يعني اغاني فيه الحمد لله يعني اغنيه شعلومه من الاغاني اللي نجحت نجاح كبير جدا ونجحت خاصه في تونس الحمد لله الاغنيه شعلومه وصلتني الى نقطه ابعد من اللي انا كنت بيها واول تعاقدي مع روتانا والبوم الاول مع روتانا كانت اغنيه شعلومه شعلومه من كلمات حامد الغرباوي الحان وليد الشامي توزيع وليد فايد والحمد لله يعني مثل ما سمعتوها مثل ما شفتوها وكانت التصوير والإخراج كان وليد جميل جميل مغازي والحمد لله الناس شافتها والناس نجبت بيها والحمد لله قدرت أوصل شيء جميل للجمهوري والناس نسمع منها شوية نسمع شعلوم
عيني هو بسبع نور شعلوا من يوم حاربني نومة عيني هو بسبع نور وعيوني وجهه تشوفه من عند لي محروم ملهوفة روحي علي معوفة واليوم ابد وعيوني وجهه تشوفه من عند لي محروم ما يصحى مين احلامه وانا احترق قدامه ليل يا من ما نامه زادت علي هموم ما يصحى بس يحضني محتاج له بس رده يسأل عني معاتبه ولا يوم يفهمني يا ريت بس يحضني محتاج له بس رده يسأل عني معاتبه ولا يوم لا يعرف الحب قلبه ما كان يطرق حبه هذا الذي يعشق دمه تنطر دموع المزيكا فرقة المايسترو خالد بن عيسى تحية إلى الفرقة الموسيقية اللي جيت مع حاتم العراقي من لبنان تحية إلى المايسترو عمار هيثم تحية إلى هيثم أيضا يعطيكم الصحة وبهاء قولهم لي أنت بالواحد بهاء بهاء اللي جاي معانا من لندن بهاء الجوزي عازف إيقاع وهيثم سعدون وعمار العاني ورافع الفرقة الموسيقية اللي موجودين معنا من كوريا يعطيكم الصحة تحية لكم الله يسلمك حاتم في إحدى لقاءات ليك مع مجلة لها في ديسمبر 2016 قلت إنه سبب الأزمة أزمة الأغنية العراقية هي المحطات التلفزية التجارية يعني أنا قلت في بعض القنوات الفضائية يعني دول الجدد اللي ظهروا جدد يعني هاي ما في رقابة ما في احنا كنا قبل يعني الاغنيه يعني لازم
يعني يكون رقيب عليها بالبداية، يعني نقابة يعني الشعراء العراقيين، بعدين نقابة الفنانين العراقيين عشان اللحن بالبداية، الكلام بعدين اللحن بعدين الأداء، فصارت قنوات ماكو رقابة عليها، يعني ما في رقابة عليها. يعني تبث أي أغنية يعني هذا هو المقصود. أغنية يعني هو منتج يعني أو هو ملحن أو هو موزع أو هو يعني شاعر عامل لقناة، يعني اشتركوا بالقناة كم شخص معين وعملوا لهم قناة فضائية وصار البث، يعني ف يعني ما في رقابة على الأغنية، فظهرت عندنا أغاني كثيرة يعني دون المستوى، لا تمثل الأغنية العراقية بشكل هجيم اللي يقدموها فنانين الكبار، ودون دون 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 المستوى، يعني دون المستوى المطلوب. يعني بغض النظر عن هذه القنوات، هناك أزمة اليوم تعيشها الأغنية العراقية؟ لا بالعكس، الأغنية العراقية الحان يعني الآن مطلوبة بكل يعني مطلوبة بأشكالها الجميلة، يعني يطلبوها الفنانين الكبار، يطلبوها يعني كفنان يطلبون الألحان العراقية، يطلبون الكلام العراقي، يطلبون يعني كأغنية يعني يختاروها فنانين كبار أو فنانين عرب، يعني إحنا ما نداع بالأغاني اللي يقدموها يعني أشبه الفنانين، ما يمثلوش الأغنية العراقية. لا يعني في كثير ما يمثلون الأغنية العراقية. أنت تدعو إلى رقابة على الأغنية العراقية؟ طبعاً يعني إحنا ندعو بأن تكون رقابة مثل ما كانت قبل، يعني كانت رقابة على الكلام، كانت رقابة على اللحن، كانت رقابة حتى يعني كفنان هو في لجنة بتجيز الفنان، يعني هذا يعني يجيزوه مطرب أو هذه يجيزوه كورال، هاي كانت عندنا أشياء 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 كبيرة، والحمد لله إحنا قدرنا يعني نجتاز هاي اللجان، وإحنا نتمنى بنصير عندنا هاي اللجان مرة ثانية ويمرون عليها فنانين. ماذا يعطل هذه اللجان اليوم؟ أنت لازم تسألين الإذاعة والتلفزيون اللي هم اللي كانت إذاعة وتلفزيون ما حد يقدر يدخل الإذاعة والتلفزيون دام هو مجاز، يعني فصارت هسه يعني قنوات فضائية كثيرة، وأي واحد يجي بيسجل أغنية وبيختار أغنية ويختار كلام ويختار لحن وينزل لها فضائية موجودة وتبث له أغنيته. باش نوريك فيديو تعلق لي عليه. أنا؟ أيوة. ميحانة 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 غابت شمسنا الحلوة جانا غابت شمسنا الحلوة جانا حيك الطيور الطايرة يبي غفو القصايد يا شمسنا الدايرة والهوى ادواغي الحبايب يا طيور شيل عقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع يا جارة ما تردين الزيارة زعلانة انتي علينا ما تردين الزيارة زعلانة انتي علينا ما تردين الزيارة هذا مو انصاف منك غيرتك هل قد تطول البحر مدر نزل قلبي في هم الخطر واحرسها يا ربي على الموج الحذر يا حلوة تمسح في داعبها بلطف ما تحمل القسوة فوق النخل فوق يا بق فوق النخل فوق مدري لامع خدك يا بق مدري لامع الحقيقة
العراق أنجب العديد من الفنانين الكبار، يقدمها كاظم الساهر، يقدمها عفيف اسكندر، يقدمها سعدون جابر، و يعني هذول لازم كل واحد نتكلم عنهم ساعات كثيرة ما بتخلص، يعني قد ما هم قدموا أشياء جميلة يعني. فإحنا على خطاهم، أني يعني ما لي داعي بالآخرين يعني، بس أنا ماشي على خطاهم هم يعني. يعني إن شاء الله يا ربي أدري أكون عد حسن ظن جمهوري، وعد حسن ظن جمهوري الناس وناسي اللي دائما أني أبحث لهم عن الأشياء الجميلة، وأقول لهم أنا دائما باقي بما قدموا أساتذتي الكبار يعني ناظم الغزالي، سعدون جابر، عفيف اسكندر، كاظم الساهر، وايضا نصير شمل الفنان الكبير العازف العود، يعني هذول اساتذه يعني كبار، يعني احنا نجلل لهم كل الحب وكل الاحترام يعني. كما كنا نشوف اذا العراق انجب العديد من الاصوات اللي اثروا في الساحه الفنيه العربيه، لكن اليوم اصبحنا نحس اللي فما تداخل في الاصوات، يعني الاصوات في العراق تتشابه الى حد التداخل. هلا صارت تتشابه، بس قبل ما في تشابه، يعني بين كاظم وحاتم ما في تشابه، بين كاظم ومحمود انور ما في تشابه، بين كاظم وناظم الغزالي ما في تشابه، بس هلا طبعا يعني اليوم هل نحكي يعني انا قلت لك هلا صار ما في رقابه، صار الملحن واحد، الموزع واحد، والشاعر واحد، فصار تشابه، والمطرب لازم يغني زي الملحن، زي ما يغني الملحن. احنا لا، كل واحد كان له لون الخاص به، يعني مثل ما كانت السبعينات كان ناظم الغزالي، كان القبنشي، كان حضير ابو عزيز، بعدين جت فتره السبعينات اللي ظهروا بها ياس خضر، سعدون جابر، حسين نعمة، قحطان العطار، رياض أحمد، بعدين جت فترة الثمانينات اللي ظهروا بها كاظم الساهر، محمود أنور، يعني كثير من الفنانين. بعدين جينا فترة التسعينات اللي ظهر بها هيثم يوسف، حاتم العراقي، قاسم السلطان، مهند محسن، يعني كثير من الأسماء، وإضافة لهسه الجيل الألفينات. يعني شكون الاصوات الحلوه في الالفينات يعني في الجيل الجديد؟ احنا كانت الاصوات الجديده كنت من سمعين هيثم يوسف، هذا هيثم يعني بدون ما تشوفي صورته، يعني بدون ما تشوفي صوره حاتم، لكن اليوم ما تنجمش تعرف شكون يغني، هناك تشابه، لكن اكيد هم اصوات تعجبك. احنا كان في عندنا رقابه، كان في رقابه على اللحن، كلام، الاداء، حتى 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 الاداء، حتى التسجيل، يعني لجنه تسمع الكلام، لجنه تسمع اللحن، لجنه تسمع الاداء، عشان تخرج للناس بشكل جميل. هسه ما في، قلت لك الأصوات الواعدة العراقية اليوم. طبعاً من الأصوات اللي قدمتها البرامج اللي هو ستار سعد، وهمام اللي هو آخر برامج مع عرب آيدل، وكرار، وأحمد المصلاوي. طبعاً عندنا أصوات جميلة، إن شاء الله ربي أتمنى لهم كل الخير بأن يخلون الأغنية العراقية دائماً بنظرهم إن شاء الله. قصي حاتم العراقي من الأصوات أيضاً الواعدة. قصي من خلال برامج ذا فويس قدر يوصل صوته، وقدر بان يعني يجتاز مسافه كبيره بين احنا، يعني قبل كنا 10 او 20 سنه نقدر نجتاز هاي المسافه، هم قدروا يختصروها ثلاث شهور او اربع شهور. اي والحمد لله قصي من الفنانين اللي يختاروا اشياء جميله، وانا اتمنى له كل الخير، يعني رغم ما هو ابني وحبيبي، بس انا اتمنى له بأن يختار أشياء جميلة بأن تليق بي وتليق بالأغنية العراقية، واتمنى الموفقية زي أخوانا. وأحلى زيادة نتمنى له التوفيق. ظهور قصي في The Voice كان حدث. خلينا نرجع شوية لThe Voice، نحكيه على أيام The Voice. قصي غنى في The Voice وداروا لجنة الحكم الكل، كاظم الساهر وشيرين وعاسي الحلاني وطبعا صابر باعي، دونك كلهم داروا. قصي اختار صابر باعي. يقال في الكواليس انه اختيار قصي لصابر باعي كان بإعاز من علي المولى، علي المولى صديق نوجه له تحيه، لكن هذا ما يقال في الكواليس. لا بالعكس، هو قصي راد يخلي صوته يروح مكان ثاني يعني. لكن يقال انه ما فماش علاقه طيبه ما بين علي المولى وكاظم الساهر. لا لانه كاظم الساهر كان قبل مدير. لا هو قصي قصي يروح او يجي، قصي هو متسابق يعني. بالعكس، علي المولى هو يعني رجل مدير اعمال صابر الرباعي، وما له علاقه بالمتسابقين يعني. يعني ما كانش بإعاز. لا ما 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 ما, ما له علاقه يعني. كنت تعرف اللي قصي باش يختار صابر الرباعي؟ لا والله، انا حتى كنت مسافر يعني، كنت مسافر برا وكان الاختبار، وما كان هو الجمهور يعرف شو طبيعه
المسابقة، بس بعدين من عرف طبيعة المسابقة عشان ما يضيع جمهور أكثر. يعني هو اختار جمهور آخر؟ أيوة جمهور المغرب اختار العربي؟ جمهور أكثر لأن عرف جمهورنا يعني الفنانين العراقيين راح اللي يروحون مع الفنان كاظم الساهر راح يكون الكثار، فمن يروح قصي معاهم راح يضيع الأصوات تضيع بينهم. يعني هو اختار صابر عشان جمهور صابر يكون إله وجمهور العراقي هم يكون إله، كان فيها ذكاء يعني. نصحته أنت؟ طبعا نصحته، بس مو نصحته عشان الاختيار، هو اختار يعني. يعني هو اختار. اي هو اختار. ما خلقش هذي أزمة بينك وبين الفنان كاظم الساهر؟ لا بالعكس، يعني حتى من أنا يعني حضرت معاهم مرة أو مرتين، يعني كنت حتى كاظم كان بوجهه، كان بيعطي نصائح، كاظم زي والدي يعني، زي كاظم أخوي يعني، أنا وكاظم ما بيننا فرق يعني، حتى كان يعني يقول له شو بتعمل، شو الأغنية اللي تختارها، شو يعني، كاظم قلبه كبير وواسع، مو زي أي واحد يعني. فما فيديو نحبك تشوفه ونرجع نعلقه عليه. يلا أوكي. يا بني يا بني يا بني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها، محميتها يا بني من الويلات ما في حدا غيرك يحميها. كرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة. ذكرتك والسما مدر الدمع من العين مدر السما المطار، وينك مايلك عنوان واسمك ضاعت اخبار البحر لو يبعدك عنه، انا اخضع لصدرك بس هذا اللي اتمناه، اخضع لصدرك لو أشم عطرك يمكن بعد ما أموت. فقر فعيدك فقير فعيدك سلم على اليهوى فقير فعيدك قلبي يريدك قلبي يريدك من بين كل الناس قلبي يا جميلة والله. أين قصي حاتم العراقي اليوم؟ اليوم قصي موجود يعني بتسجل وبيغني وبيحضر أشياء جميلة، يعني إحنا عندنا استوديو في دبي يعني ومتوفرت الأشياء كثيرة. قاعد يسجل في أغاني جديدة؟ في أغاني جديدة وفي أغنية صورها قريبا راح تنزل إن شاء الله، وأغنية نزلت له قريبا مع نتاشا الفنانة اللبنانية، ونزلت على روتانا يعني، ما قاعد يعني قصي يعني نشوفوه قريبا في عمل جديد ان شاء الله. ان شاء الله راح ينزل. انت قلت لي عنده استوديو ومتوفرت له كل الامكانيات، يعني انت كيفاش تدعمه فنيا بالاستوديو يعني بالنصائح؟ مو بس بالاستوديو يعني، احنا خليه موجودين يعني، انا وعمار وهيثم يعني الاستوديو تبعنا موجودين يعني، مو بس قصي يعني، اي فنان عراقي او اي فنان عربي احنا نرحب بيه ونقول له تعال موجودين، احنا نكون معك عون لك يعني، مو بس من سجل في استوديو حاتم العراقي؟ في كثير من الفنانين، في كبار الفنانين سجلوا بالاستوديو يعني، من صابر الرباعي، من شذا حسون، من ايمن زبيب، من فايز سعيد، يعني العديد من الاسماء، يعني كثير 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 اسماء، يعني كثير اسماء سجلت بالاستوديو. عملت ديو مع قصي اسمه دار الامان. دار الأمان آخر شيء عملناه بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، والأغنية يعني هدية للشعب اللي إحنا يعني متواجدين به وبين أهلنا وبين ناس نعتبرها بلدنا الثاني الإمارات. الإمارات حاضنتنا بقلبها وبروحها. أنت اليوم متواجد بدبي؟ أنا في دبي منذ سنوات. منذ سنوات الحمد لله. تخمم في الرجوع إلى العراق حين تستقر؟ والله إن شاء الله إن شاء الله، أنا يعني جذوري هناك موجودة، بس يعني إن شاء الله يعم الأمن والأمان على بلدي وعلى ناسي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى كل
شبر بالعراق ان شاء الله يعم الامن ويرجع العراق مثل ما كان ان شاء الله يا ربي، ونرجع الامن والسلام وترجع العراق. وترجع كل الناس اللي عايشه بالغربه يرجعون الى وطنهم ان شاء الله يا رب. شو هتسمعنا؟ شو هنسمع؟ يلا نسمعكم شيء من التراث العراقي القديم ان شاء الله. هم علموني علموني كيف أبتسم، هم علموني البكاء ما كنت أعرفه، يا ليتهم علموني كيف أبتسموا وأرضعوني لبان الحب من صغار، ولما علق ولما علقت روحي بهم فطموا طالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران، فات ما سلم علي يمكن الحين زعلان، طالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران، فات ما سلم علي يمكن الحين يلا سلم علي يمكن
تجيني قلت لها حلوة روين على عيونك فرجيني قلت لي روح يا مسكين قلت لي روح يا مسكين عيون عيون الغزلان طالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران فات ما سلم علي يمكن الحلو زعلان ويمكن الحلو ويمكن الحلو زعلان أريك مجموعة من الصور في كل مرة باش تقول لي الأفضل. نشوفوا مع بعضنا الصور. السؤال: من هو أفضل فنان عراقي حالي؟ حالي؟ حاتم العراقي، كاظم الساهر، أم ماجد المهندس؟ أنا بقول يعني؟ مو أقدر أقول. كلهم فنانين كبار، كلهم قدموا أشياء جميلة، قدموا الأغنية العراقية بشكلها الجميل. و لو كان تختار واحد من تختار؟ اختارهم ثلاثة يعني ثلاثة؟ الصورة الموالية: أفضل مسرح احتضن حفلات حاتم العراقي، مسرح بابل الأثري، مسرح النهضة بمهرجان موازين، أم سوق واقف؟ مهرجان بابل طبعاً، أول مسرح حتى يعني يعني ركعت للمسرح وبس المسرح لأن أول مسرح كبير عراقي عربي أغنى عليه اللي هو مسرح البابل يعني مهرجان مع احترامات البقية مسرح بابل الأثري. أفضل من غنى لحن لحاتم العراقي وهو غير عراقي: صابر أرباعي، نوال الزغبي، ملحم زين، أم أيمن زبيب؟ وكلهم كنت خايف منهم إلا أيمن يعني حسيت يعني بالبداية كنت خايف ما كنت خايف عليه لأن هو بدأ بأغاني حاتم العراقي بس كنت خايف من صابر الرباعي بس صابر الرباعي فنان كبير نوال الزغبي فنانة كبيرة ملحم فنان كبير يعني كنت خايف منهم في البداية خايف عشان مو عشان ما يأدوا الشيء بس خفت منهم كإيقاع عراقي وكلهجة عراقية هي اللهجة هنا اللي ممثلة خفتي أنهم بس الحمد لله يعني كلهم أدوا أداء لكن حاتم في الكواليس قيل أنك قلت أنه نوال الزغبي لم تغني ولم تؤدي الأغنية بشكل جيد لا كنت خايف من ما تؤدي كنت خايف لكن أديتها كنت خايف ما تؤدي بس بالعكس بعدين أدت يعني أدت شيء جميل وريحتني يعني حتى كان معي عمار بيه بالموضوع يعني وكلهم يعني فنانين كبار و وأدوها بشكلها جميل لأن يعني الفنان الكبير ما يعني نقول إحنا يعني ما تكون كبيرة أغنية عليه يعني ما دام عنده صوت جميل وإذن جميلة يقدر يؤدي الإيقاع ويقدر يؤدي بس يعني بالبداية اللهجة أو الإيقاع يعني فالحمد لله يعني قدروا أدوا أشياء جميلة. الصورة الموالية: أفضل جمهور لحاتم العراقي في أي بلد من هذه البلدان؟ المغرب، لبنان، تونس، أم العراق؟ وين ما يكون حاتم العراقي جمهوره موجود يعني اذا بتونس واذا بالمغرب واذا بلبنان واذا بالعراق وين ما يكون حاتم يعني وين ما يكون اعلان حاتم العراقي يكون جمهوره موجود ثاني كلهم حبايبي وكلهم انا بقلبي وبعيوني وبراسي. افضل شركه انتاج في العالم العربي: روتانا، ميلودي، ام نجوم؟ وهي اكو مراحل يعني بس انا مع روتانا يعني انا كبير يعني لان روتانا شركه كبيره مكاتبها كبيره كثيره يعني بكل الوطن العربي ويعني ما قصروا معي بكل الاشياء يعني قدموا لي اشياء كبيره قدموني بشكل صحيح الى جمهوري والحمد لله يعني تلفزيوناتهم موجوده بكل يعني قنواتهم موجوده وأنا كنت لهم كل الحب وكل الاحترام والحمد لله وقعت العقد الثاني أنت وقعت العقد الثاني مع شركة روتانا عكس العديد من الفنانين اللي ألغوا عقودهم وما اتفقوش مع شركة روتانا
يعني في ظروف يعني كل واحد وظرفه يعني، بس انا كان يعني ظرفي كويس معهم، بس الحمد لله يعني الاستاذ سالم الهندي اوجه له التحيه من خلال تلفزيونكم، والى كل كادر روتانا لان هم حبايبي واصدقائي واقفين معاي وحاتم معاهم كبير يعني الحمد لله. الحمد لله، نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك وان شاء الله تدوم المحبه بينك وبين شركه روتانا. الحمد لله. انت شاركت في العديد من المهرجانات وفي العديد من الحفلات، وكانت لك مشاركه في مهرجان فبراير بالكويت. وفما بعض الاشخاص يعني من الكويت كانوا ضد المشاركه بتاعك في هذا المهرجان باعتبار الخلافات السياسيه التقليديه بين الكويت والعراق. شركه روتانا تخطات يعني هذا الاشكال ربما. اي طبعا، انا قبل المشاركه يعني كنا نعمل هدية لهذا الشعب الحبيب اللي هم دائما جمهورهم برا الكويت معانا، فكيف أنا راح أكون بالكويت؟ لازم أقدم منهم شيء جميل. كانت هاي الأغنية من كلمات مشرف العتابي والحان وتوزيع عمار العاني، هي الحد مبارح أنا بيبعثوا لي على سناب، لأن كان عيد الوطني للكويت، بعثوا لي الأغنية على السناب تبعي. احنا قلنا بعضهم يعني بعض الناس اللي تصطاد بالمال عكر عملت هاشتاج يعني عشان حاتم العراقي، بس احنا كفنانين احنا رسالتنا محبه، رسالتنا موده، واحنا وبين شعب الكويت يعني يسمون شلون يقولوا لي خالي وابن اختي، يعني بيناتنا موده وبيناتنا محبه، ما علينا بالسياسه اللي مرت واللي اجت واللي راح تجي، بس احنا تبقى بيننا وبين الشعوب حب وأخوة وصداقة وكل شيء جميل بيننا وبين الأحبابنا العرب. وإن شاء الله يا رب ما تكون هي أغنية أو شيء سياسي أثر على محبتنا بيننا وبين شعب الكويت أو بيننا وبين شعوبنا العربية كافة. يعني هذه دعوة إلى توحيد كل الأمة العربية. الحمد لله، أنا أتمنى شعب الكويتي، شعب الكويتي مو غريب علي، أنا كجمهور بكل حفلات اللي خارج الكويت يحضر لي أكثر الناس هم يكون كويتيين يعني. فالحمد لله كانت حفلتنا ناجحه، حفلتنا جميله، الناس اللي حضرونا ناس كثار، ودائما بيبعثوا لي متى راح تجي الكويت مره ثانيه، وان شاء الله اقول لهم راح اجي الكويت. يعني بترجع تغني مره ثانيه في الكويت؟ ان شاء الله. الكويت اهلنا وبيتنا وناسنا واهلنا يعني. على ذكر المهرجانات، انت غنيت ايضا في مهرجان موازين وكان ترحاب كبير وكان اقبال كبير جدا من الجمهور. صحيح انه المهرجانات في المغرب العربي لها طعم خاص ولها تحضير خاص لانه الجمهور غير عن باقي الجماهير، بس احنا حسينا الجمهور اللي متواجد حافظ كل اغانينا، يعني زي اليوم شلون الجمهور اللي حافظ اغاني حاتم العراقي، حافظين اغانينا، حافظين الموال، يعني صوري انا اغني الموال الجمهور بيغني معي الموال، والحمد لله قدرت يعني اقدم لهم الاشياء اللي هم كانوا يعني رايدين اقدمها انا، والحمد لله يعني قدمت مواويل، قدمت اغاني، والمغرب العربي احنا نقول كان يعني صعب علينا، بس راح تكون عندنا حفلات ان شاء الله بتونس، راح تكون بالمغرب، راح تكون في مصر عندنا بشهر الرابع، ويعني ان شاء الله راح تكون حفلات كثيره وحفلات ناجحه ان شاء الله. يعني ممكن نشوفوا حاتم العراقي بمهرجان قرطاج؟ والله ان شاء الله، انا يعني انا موجود واتمنى واطمح بان يكون هذا المهرجان مهرجان كبير، مهرجان قرطاج غنوا على هذه المسارح فنانين كبار، واتمنى ان اكون من هاي الفنانين يعني ان شاء الله، واحنا نتمنى لك التوفيق. شلون سمعنا؟ سمع ربع حبي. ربع حبي عادل كل اللي يحبون، نص حبي إلى ما حبتك أمك، من تنجرح أنت يسيل منك دم، روح افحص وشوف دم لو دم، ربع حبي يعادل كل اللي يحبون، نص حبي لك
حبتك أمك من تنجرح أنت يسيل منك دم روح افحص وشوف دم لو دم علي تعودت وبدوني راح تموت لحد الموت من حبي ولا فطمك أنا العلمة تتهجم عن الحب غير اللي يجي ما تقول شي شفت القلب مثل الطفل يمه ما حرك رموش اقبال من نصير اخاف بلحظة اندم ما شفت رسم ايوه افرش لك عيوني ويا جفن النار واقل لك اخفى بيا وكل شي لي يهمك اخذ مني جرح واذكرني بيها ارجوك يظل ينزف عطر لو فكري ربع حبي يا عادل كل اللي يحبون نص حبي لك ما حبتك امك من تنجرح أنت يسيل منك دم روح افحص وشوفه يدم لا تحية إلى فرقة مزيكا المايسترو خالد بن عيسى تحية إلى فرقة الفنان حاتم العراقي اللي جات معاه وتنقلت خصيصاً مرعاني وهيثم وبا خلينا نحكي شوية جديد حاتم العراقي جديد إن شاء الله عندي رح يعني سلمت ألبومي إلى روتانا هو اللي يكون مني ألبوم 5 أغاني إضافة إلى ممولات 2 ونزلت من عنده أغنية سنجل يعني من ضمن الألبوم نزلت قبل يعني 10 أيام اللي هي دكتوري دكتوري كلمات حيدر الأسير الحان وتوزيع عمر العاني ودكتوري أغنية جميلة والحمد لله يعني وصلت خلال أيام إلى 1 مليون وأكثر من 1 مليون شنحنوا بيها؟ شنحنوا بدكتوري؟ حاتم العراقي ملك المواويل الصوت العراقي لحلو كنا سعداء جدا جدا تواجدك معنا سلامين شكرا لك شكرا لكل الكادر وشكرا لكل الجمهور اللي حاضر ويانا واللي كل راح يشوفنا اليوم تحياتي لك انت شكرا جزيلا شكرا لاستضافتكم الجميله شكرا التونس الحبيبه شكرا لكل اوطاننا العربيه اللي تحب الحب والسلام تحياتنا لكم شكرا جزيلا نشكرك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله نشوفك مره اخرى في تونس ان شاء الله يا رب
دكتوري أغنية حبة زوجي برشا نهديها له، لكن قبل ما نسمع دكتوري نحب أنا زادة نشكر السبونسور نتاعنا اللي هما فاتش لينك ميد اسبوار كوراي سويت اوتيل زين هوم. نحب نقول لكم ما تنساوش تبعثوا على 85 68 لو كان تحبوا تربحوا البي ام دبليو. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس القناة. تعال من السفر كاف من الفراق، قلت يومين لكن صار سنين، ما هزك حنين ويوم تشتاق، ولا قلبك يسألك صاحبك وين. أنا جيتك حبيب هواي مشتاق، ولك بالقلب شايل حب مجال، أريد أشبك أريد أشبك يا روح بروحك شباك، وأريد أنقلب كل الشوق.